إذن لقاء اليوم هو لقاء أولا لأول مرة نجمع، كنا اجتمعنا مع السادة الوكلاء العامين عدة مرات، ولكن هذه أول مرة نجتمع مع جميع المسؤولين عن النيابات العامة بما فيهم وكلاء الملك، وهي مناسبة من أجل أن نتعرف على الإشكاليات والمشاكل التي تعترضهم، سيما بعد التنظيم القضائي الجديد اللي آلت فيه الأمور النيابة العامة إلى سلطة مستقلة، وآل فيه موضوع السلطة القضائية إلى سلطة جديدة، وأصبح المتدخلون في المحاكم عدة جهات تتطلب التنسيق بينها. فيجب أن أولا نناقش هذه الأوضاع لنعرف مكامن الخلل ونبحث لها عن حلول ونبحث لها عن آلية للتنسيق حتى تستمر عملية أداء العدالة بشكل سلس. ثانيا موضوع تنفيذ السياسة الجنائية، نحن نعتبر على أنه يجب أن نرجع إلى القواعد من أجل أخذ الملاحظات والخلاصات التي نصوغ بها تعليمات ملزمة في إطار الدستور، في إطار الفصل 110 من الدستور لقضاة النيابة العامة. فلا بد أن نعرف ارتسامات أعضاء النيابة العامة في الأقاليم وفي الجهات والمسائل التي تهم الرأي العام هناك، وأن نتحدث أولا لتحديد أولويات السياسة الجنائية ضمن الشروط الأخرى التي بيناها في تقاريرنا. ثانيا يجب أن نتحدث عن كيفية تعامل النيابة العامة مع الأحداث، مع الوقائع. وكما استمعتم في الكلمة، فقد دعونا أعضاء النيابة العامة إلى أن نخلق مؤسسة مواطنة قريبة من المواطن، تستجيب لتطلعاته، يحسها بجانبه حينما يحتاجها ويكون ضحية، ولا يعتبرها عدوا له. ذلك يتطلب عمل جاد، وتطلب توعية، يتطلب تواصل. فلذلك سنبحث ما هي الوسائل التي يمكن أن نستخدمها من أجل تحسين أدائنا حتى يكون المواطن والمتقاضي راضيا على أداء النيابة العامة في المحاكم، طبعا في حدود الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية المتوفرة. لا يمكننا أن نستجيب لكل المتطلبات إلا إذا توفر لدينا حد أدنى من الإمكانيات. وأيضا يجب أن نجعل من علاقتنا بالمواطن علاقة شفافة وواضحة، ولذلك يجب أن نفي بوعدنا في تحقيق التواصل مع المواطنين في القضايا التي تهمهم، في القضايا التي تستحق. ولذلك كما تعلمون شرعنا في السنة الماضية في تكوين ناطقين رسميين باسم المحاكم. سنحاول خلال الأشهر الأولى من هذه السنة أن نتمم يعني هذا التكوين الأساسي، ويشرع هؤلاء الناطقون الرسميون قبل نهاية السنة إن شاء الله في أداء مهامهم، بحيث يمكنهم أن يوفروا إجابات في الأقاليم على بعض القضايا التي تشغل بال الرأي العام وتشغل بالكم أنتم كممثلين للصحافة الوطنية. فإذن هذه وسائل نحاول أن نهيئها، وكلما ظهرت لنا بعض الأفكار التي يمكن أن تحسن وضع النيابة العامة وتجعل المواطن راضيا عنها، لأن في النهاية والأخيرة هي مؤسسة موضوعة للمواطنين لخدمتهم. صحيح أن قدرها القدر أنط بها مهمة الزجر والمتابعة والاعتقال، وكل من يعتقل أو يعتقل قريبه أو عزيز عليه سيعادي النيابة العامة، ولكن في النهاية لابد أن يفكر الإنسان على أن ذلك الردع وذلك الاعتقال وتلك المتابعة هي ضرورية لإقامة النظام العام، أي لإقامة شيء أكبر من الرغبات الخاصة، شيء يعني اللي هو رغبة جماعية واللي هو يوفر الاستقرار ويوفق الهدوء للمواطنين. فهذه كلها مسائل يمكن أن تصل وتمرر إلى المواطن بشيء من التفاهم، بشيء من طبعا لن أنهي هذه الكلمة معكم دون أن أقول أن الحمل ثقيل على أعضاء النيابة العامة، أن عددهم 1000 فقط، وفي تقريرين السابقين كنا طالبنا بزيادة عددهم نظرا للمهام الكبرى التي يقومون بها، وحددناها ووضحناها في التقرير، ولكن للأسف
لم يتم زيادة أي قاضي في أعضاء النيابة العامة، العدد ظل مستقرا، وحتى خلال السنة الحالية لا أرى أنه سيكون هناك إضافة، لأنه لا يوجد قضاة في المعهد العالي للقضاء في فوج واحد، وهناك خصص أيضا حتى في قضاء الحكم. فأعتقد على أنه سننهك قضاة النيابة العامة إذا استمرينا في هذا في مطالبتهم بهذه الأشياء دون أن نستجيب لبعض الحاجيات. فنعتقد على أنه يجب أن الجهات التي يعنيها الأمر أن تراعي للمطالب والتوصيات التي ترد في التقرير. التقرير وضعه القانون من أجل معرفة سير النيابة العامة ومعرفة الأشياء التي تعوق سيرها باعتبارها مؤسسة وطنية. يجب على كل من يعني الأمر أن ينتبه إليه، وأن لا يصبح كتابا يدرج في الخزانات وفي المكتبات. فأعتقد لأن قرار المشرع في إحداث هذا النوع من محاسبة ومن المساءلة ليس عبثا، وأنه آلية حقيقية لتحسين الأوضاع وللتعاون بين السلطات المختلفة. فلذلك أدعو كل من يهمه الأمر حينما يدرس التقرير ويرى أن الأمر يتعلق يعني أن واقتنع بالأشياء التي طلبت فيه أن يساندها وأن يدفع إلى الوفاء بها إذا أمكن.